السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا. نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أرتيتا، وين يطلب خدمات اللعاب الجزائري آدم الوناس. إن شاء الله بربي لعاب كيما هذا، وين الناس خدش عليه. شاهدنا واحد العاهرة في اليوتيوب قال له آدم الوناس ما تروحش تلعب في أرسنال، أرتيتا يكره العرب. لا، مي راح أرتيتا أرسنال محرز، قال له نتأسف على ذهابك وكلش. حنايا غي هذاك المخنث جاب لكم حاجة جديدة طلع بها خالتي، قال لكم أرتيتا ما ضحكش من محرز ماركابونت، استغل خبيث عقلية تاع مخنثين، استغل يعني حب الجزائريين في ذاك الوقت لرياض محرز. وين قلبها لكم خاوتي اليكو ارتيتا، خاوتي اليكو ارتيتا من محرز دار كونترول، ارتيتا لعبها يهدر مع صاحبه، خاوتي اليكو السبب منا ارتيتا، خاوتي هذا مكان، ذاك مساعد محرز منا نورمال مكان والو. شعب الواحد ارتيتا يدير تربع غاديك ارسنال، انت تعيط له مع ادم الناس تعيط له ارسنال تدفع فيه دراهم ما يروحش، يروح. شكون قال لك ما يروحش؟ انت باي تشده شده شده، قولوا لا ما تدخلش، ما تدخلش الملعب تاع ارسنال، لا 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 ما تريني، روحوا الى جا رايح بيسني يروح. انت يا مخنث قول له لا، قول له لا ادم الناس ما يلعبش في ارسنال. ايش كيما نهار لي كيسموه غوارديولا كذب بن سبعيني من ظهره، وكمونسو بن سبعيني ما تأمنش هذاك الغياط بن سبعيني. يا ودي بن سبعيني كو عيطوا له نص تعيطه تاع مانشستر سيتي، يروح يجري نص تعيطه، غير نص تعيطه ماشي تعيطه كامله، نص تعيطه يروح يجري. يديروا عليكم يسمعوا لكم، ما يسمعوا لكم تاع كي يسمعوا لكم تاع نهار اللي وليتو تقولوا له فانك محرز اخرج من السيف، فانك سمع لكم دار عليكم. محرز وراه 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 راه في الموزمبيق يلعب وقيله، دار عليكم دار عليكم. هو رايو معت وين يديروا، كي يدير عليكم انتوما رايو معت وين يديروا، هذه عليكم انتوما. وانكشفت تقارير اعلاميه بأن المهاجم المنتخب الوطني الجزائري آدم الوناس تلقى عرض من نادي أرسنال الإنجليزي للانتقال إليهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكر الموقع إيطالي بأن إدارة السيتي أرسنال عرضت مبلغ يعني قيمة 10 ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم الخض بعدما طلبه المدرب الفريق أرتيتا الذي يسعى لتدعيم يعني خط الهجوم بضم آدم الوناس. يعني نقولوا بلي آدم الوناس وين من فرنسا، ما عنده تجربة، لعب في فرنسا لعب في إيطاليا، يعني نقولوا بلي إن شاء الله بربي بالك نشوفه، ما تنجمش ما نجموش نعرفه بالك سبحان الله، يمكن يمكن. وسبق وين فانيك ما ننساوش وين بن ناصر فانيك وين لعب في ارسنال، وكانت الغلطه تاع ارسن فانجير الذي ابعد هذا اللعاب النجم، اكبر غلطه اللي دارتها ارسنال في حياتها وهي ابعاد كسموه ادم بن ناصر. وسبق لبن ناصر ان لعب في ارسنال قادم من نادي فرنسي، إلى أن اللعاب لم يلعب كثيرا بألوان النادي الإنجليزي. ويذكر أن أفضل لعاب في كأس إفريقيا يعني آدم بن ناصر انتقل إلى ميلو قادما من نادي إيبولي مقابل 16 مليون يورو. نعود نولوا نتكلموا على آدم الوناس، كذلك آدم الوناس وين التكوين تاعو، وين كان في فرنسا، وين من فرنسا نابولي، نابولي لعب على الاقل في زوج فرق يعني وعاود ولا نيس لعب ثاني في نيس بالاعاره. على هذيك نقولوا باللي ارسنال وين ارتيتا يريد تجديد الفريق، يعني شاهدنا كيفاش جلب لاعبين
يعني وين من اجل الدخول بقوه في البطوله الانجليزيه. المهم ان شاء الله بربي نشوفوا اد ماذا بينا. ما يعني هي ماهيش 100%، ماهيش 100%، وما راهم دايرينها في كيما نقولوا حنايا في اللائحه تاع اللاعبين مازال ما بانتي. يعني نقولوا بلي 100% باش تبان انا ما نامنش بها باش نقول يا ودي صاي سي بون كيما الناس اللي يديروا لكم عاجل. لا نقارعوا ونشوفوا حنا ماذا بينا. اللاعب هذا يروح الارسنال ماذا بينا يلعب في نادي اللي يعطيه فرصه اللعب، لان ادم الناس عنده حلول هجوميه، عنده حلول لعاب لي عنده لا كاليتي تاعو، يعني عنده كيما نقولوا حنايا لعاب يصنع لك يعني الفرق، يعني بحلول فرديه يعني بمراوغه او بتوزيعه يعني مسطره بالمليميت يدير لك الفرق. ادم الناس لعاب للحظ برك عكسه، هذا ما كان لعاب حظ برك عكسه. قعدت نشوف في واحد الاخر واحد الفرنسي يعني خبير في كرة القدم الأوروبية، وين قال لهم آدم الوناس ما حق الانتقال تاعو الأول ما حقوش يروح نابولي كاع. قال لك لو ذهب لو كان راح لإسبانيا كان غادي يفجر الطاقة تاعو. قال لك كان غادي يفجر الطاقة تاعو. الله غالب هذا هو اللعب، هذه هي كيما يقول لك ما تجيبش واحد يدخل ما تنجمش دروك. احنا دروك كي تشوف انت لعاب هذا وين سورتو عنده لا كاليتي تاعو قدم للناس وين يعجبك يعني مور خط الوسط وينطلق بالكره يعني وين يصنع مساحات. الجري تاعو بالبوله ماشي جري عشوائي، جري وين يصنع مساحات يصنع يعني يدير اهتزاز في الدفاع المنافس. الله غالب هذا اللعاب والعامي والله ما من تبقى تشوف كيما هذا اللعاب ما يلعبش في نادي على بالك يروح الانجليز يطرطق يزيد يطرطق. هو وين نهدر عليه الاخر اللي راح عليه هو خبير كرة القدم الاوروبية فرنسي، هو هدر عليه في الأونز مونديال العام اللي فات الموسم الماضي هدر عليه قال لهم لو كان راح يعني في البداية تاعو اول خرجة تاعو من فرنسا قال لو كان راح لاسبانيا كان رايح يطقطق الطاقه تاعه. بصح الله غالب حنا. المهم نتمناو له النجاح، يعني يروح الارسنال ولا يروح البورد يعني يروح للطرف ولا يروح، المهم يلعب، المهم يلعب خاطر عليه لاعبين هذو اللي غادي نحتاجوهم في المباريات، ماشي في امام النيجر ولا امام باش نربحوا، لا نحتاجوهم واحد كيما هذا نحتاجو الخبرة تاعو. غادي تولي عنده خبرة ما يجي يلعب لك كوب دي موند، يعني رغم أنه جيل كامل هرده هذا لونترينير، هرد زوج أجيال، هردهم، هرد جيل هذا المدرب اللي هرد جيل روطاردا، جيل تاع آدم الناس وغازيل ويعني حتى من سبعيني كلش ما لعبوش كوب دي موند، وزيد هرد جيل تاع عوار، هذا الجيل تاع عوار مع الجيل تاع ادم الناس وبن ناصر وعوار وعدلي وكل شيء، هذو نورمالمون يلعبوا كوب دي موند، كون بيروحوا يلعبوا كوب دي موند المشاركه في كاس العالم تاع 2022 ماشي نقارعوا لهم 2026 ويلا قارع الحاجه ما مش عارفينها وين تا عرفتوا كيفاش. لا غالب هي جات كيما هكا، نتمنوا ان شاء الله بربي هذا اللعاب وين يعاود يولي بقوة إن شاء الله، وتبعد عليه غير الإصابات، هذا اللاعب تبعد عليه إصابات برك، هذا اللاعب لو كان تروح عليه الإصابات ينجح، يعطيك الفور، على هذيك نقولوا بلي يعطيك البليس هذا اللاعب، لاعب كبير، إن شاء الله إن شاء الله، واه محمد، واه راني شفتها. شفتها بصح لائحة دايرينها في اللائحة، شفتها دايرينو مع خمسة مهاجمين أرتيتا دايرهم، بصح مازال ما بانتش حنا ماذا بينا. الله خويا ما نعرف.
ساعده.